جدولنا القصير مشاهدينا بين الصحف العربية لهذا اليوم خصصناه للأخبار الصحية، والبداية من صحيفة الغد الأردنية التي نقرأ منها: فيتامين بي يقي من الأزمة القلبية والسكتة الدماغية. جاء في تفاصيل الخبر: أكدت هيئة ألمانية أن مجموعة فيتامينات بي وهي B6 وB9 وB12 تقي من الأزمات القلبية والسكتات الدماغية. وأوضحت الهيئة أن هذه الفيتامينات تحارب الهوموسيسيتين في الدم، والذي يطلق عليه سم الخلايا لأنه يضر بنظام القلب والأوعية الدموية بشكل يضاهي التدخين وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم. نطالع مشاهدين من صحيفة القدس: الإسراف في اللحوم الحمراء يزيد خطر الوفاة. كشفت دراسة أمريكية حديثة أن تناول كثير من اللحوم الحمراء يزيد خطر الوفاة جراء 8 أمراض شائعة، منها السرطان والسكري وأمراض القلب، إلى جانب جميع المسببات الأخرى للوفاة. وتقارير سابقة أكدت الروابط بين اللحوم الحمراء والوفاة المبكرة بتسعة مسببات مختلفة للوفاة. واخترنا لكم مشاهدين من صحيفة اليوم السابع المصرية في الصحة أيضا تقرير يحذر: الجرثومة الحلزونية بداية الإصابة بسرطان المعدة. حذرت تقارير طبية من أن الجرثومة الحلزونية قد تكون سببا رئيسيا في الإصابة بسرطان المعدة، وهذه الجرثومة هي أحد أشكال البكتيريا التي تنمو في الجهاز الهضمي، وغالبا تصيب المعدة في مرحلة الطفولة، ويكون علاجها عن طريق بعض الأدوية المكونة من مضادات حيوية واتباع نظام غذائي صحي خال من الدهون والأطعمة الحارة والمالحة. صحيفة القبس الكويتية مشاهدين جاء فيها: هذه أهمية المشي لوظائف المخ. خلصت دراسة إلى أن نظام المشي بوتيرة معتدلة قد يقلل من أعراض الضعف الإدراكي المحدود المرتبط بسوء حالة الأوعية الدموية في المخ. وقال معدو الدراسة إن التمارين الرياضية قد تفيد المخ أيضا من خلال زيادة عوامل النمو، وهي مواد ينتجها الجسم لتعزيز نمو الخلايا وتميزها وبقائها. صحيفة البيان الإماراتية مشاهدين عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم: إلى كل صائم نصائح لمواجهة الشعور بالعطش خلال فترة الصيام. أبرز تلك النصائح: تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الأملاح والمشروبات الغازية، تناول جرعات كبيرة من الفواكه والخضار التي تقوم بحفظ الماء داخل الجسم بالإضافة إلى التمر، التخفيف من شرب القهوة واستبدالها بالشاي والأعشاب الطبيعية، والتقليل من شرب السوائل بعد الإفطار مباشرةً.